أحسن الله إليكم. يقول في سؤال آخر: هل النساء يتزوجن في الجنة كما يتزوج الرجال من الحور؟ الله سبحانه وتعالى أخبر أن النساء المؤمنات يدخلن الجنة في سن الشباب، إنا جعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. المؤمنة إذا دخلت الجنة تعاد في سن الشباب، و يكون لهن أزواج من أهل الجنة، وكيفية الزواج الله أعلم بها، لكن يكون لهن أزواج. زوجناهم بحور العين، زوجناهم. نعم.